بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل يا شباب في الفيديو ده كلامنا عن منطقة الشولدر ريجون او السكابيولر ريجون، وخدنا في الفيديو اللي فات على طول توزيعة عضلات الشولدر ريجون وقسمناها واحدة كبيرة سوبرفيشال سميناها دلتويد، وبعدين خدنا عضلات ورا بتربط السكابيولا بالهيومرس اللي هي السوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس والتيريز ماينور والتيريز ميجور، وخدنا عضلة من قدام بتربط السكابيولا بالهيومرس اسمها سب سكابيولاريس. الجزء ده من الفيديو مهم جدا للكلينيكال اناتومي اوف ذا شولدر اللي ممكن يجي لك فيه سؤال كيس او ام سي كيو او شورت اي سي او وات ايفر، ان هو عنوان اسمه روتيتور كاف. كلمه كاف يعني ايه؟ كلمه كاف يا شباب يعني ضماده، زي بالظبط لما بتشوف حد بيقيس الضغط بيلف على دراعه لفه كده او ضماده اللي هي القماشه بتاعت جهاز الضغط دي، بنسميها الكاف بتاعت جهاز الضغط. لما تربط دراعك او ايدك او حاجه برباط ضاغط دي اسمها ضماده. فكلمه روتيتور كاف معناها ضماده دائريه حوالين الشولدر جوينت. ربنا سبحانه وتعالى توزيعه العضلات اللي خدناها في الفيديو اللي فات دي ان موجود السوبرا سباينيتس رايحه تمسك في الهيومرس بالمنظر ده، انفرا سباينيتس، تيريز ماينور، ومش هقول تيريز ميجور لان تيريز ميجور ماسكه في مكان تاني في الهيومرس مختلف عن المنطقه اللي انا بشاور عليها دي، ومن قدام عندي الساب سكابيلاريس. يعني بمنتهى البساطه الاربع عضلات دول رايحين يمسكوا في الاثنين تيوبروزيتس بتوع الهيومرس، ووزعوا نفسهم حوالين الشولدر جوينت، حوالين الهيد اوف ذا هيومرس، وهو جوه الجلينويد كافيتي، وهو عامل الشولدر جوينت او مفصل الكتف. فلو عايز اعمل تعريف للروتيتور كاف عشان لو جالي شورت اي سي كويستشن هقول اتس ا فايبرس شيث، عباره عن شيث او غلاف من الفايبرس تيشو، فورمد باي ذا فلاتن تندونز اوف ذا فور ماسلز. اللي هم مين الفور ماسلز دول؟ عشان بييجوا ام سي كيو يقول لك يا ترى مين اللي مش مشارك في الكاف دول، فلازم تعرف ان الاربعه ماسل، او يجي لك شورت اي سي كويستشن enumerate the four muscles forming the rotator cuff of the shoulder، فلازم تبقى عارف ان هما supraspinatus, infraspinatus, teres minor، ومن الامام subscapularis، معهمش خالص ولا الدلتويد ولا teres major كروتيتور كاف. كويس. التندونز بتوع الاربع عضلات دول هتلاقيهم متوزعين حوالين الشولدر جوينت، وبالتبعيه هيبقوا متوزعين حوالين الكبسول بتاعه الشولدر جوينت to strengthen it، عشان يخلوا الكبسول بتاعت الشولدر جوينت ستيبل وقويه وكانها اربطه اضافيه غير الاربطه الطبيعيه اللي موجوده اصلا في المفصل والاوتار المختلفه. فهي اذن روتيتور كاف ده معناه الغلاف اللي حوالين الشولدر جوينت من جميع الجهات، اللي هو مكون بالاوتار او بالتندونز بتوع الاربع عضلات اللي احنا عملنا لهم انيوميريشن، عشان يحوطوا الشولدر كبسول داير ما يدور بالمنظر ده عشان يدوا سبورت زياده للشولدر جوينت. طيب نركز بقى كده مع بعض يا شباب ونشوف يا ترى هل فعلا العضلات دي محوطه بالشولدر جوينت من جميع الجهات، ولا في جهه معينه مش موجود فيها الروتيتور كاف ده. تعال نبص مع بعض. دي بوستيرور فيو، طبعا انا باصص على السكابولا من ورا، ودي انتيرور فيو باصص على السكابولا من قدام. فهنشوف السوبرا سباينيتس فعلا دي عامله كروسنج اباف ذا شولدر جوينت ورايحه تمسك في الهيومرس من فوق. طيب الانفرا سباينيتس والتيرس ماينور دول معديين بيهايند ذا شولدر جوينت ومسكوا في الهيومرس من ورا. طب السابسكابيولاريس دي عدت anterior to the shoulder joint ومسكت في الهيومرس من قدام. ايه ده؟ يعني الشولدر جوينت محاط بالروتيتور كاف from above and posterior and anterior في direction ما فيهوش روتيتور كاف، اللي هو ده الانفيريور aspect of the shoulder joint. مفيش عضله رايحه تقفل عليه من تحت وتعمل له مع بقيه الروتيتور كاف من تحت. فده يعمل معلومه مهمه جدا بنقولها دايما لشبابنا الصغير اللي بيدرس اناتومي، ولما ياخد ان شاء الله امراض العظام بعد كده هيعرف الموضوع ده بتفاصيل اكتر واكتر. في حاجه يا شباب اسمها شولدر ديسلوكيشن. يعني ايه كلمه ديسلوكيشن عامه بغض النظر عن هو شولدر ولا اي مفصل تاني؟ ديسلوكيشن معناها خلع في المفصل، يعني معناها ان العظمه اللي نايمه جوه عظمه ثانيه او عامله ارتكيليشن مع عظمه ثانيه في مفصل معين تسيب من هذه المكان اللي عامله فيه ارتكيليشن. يعني ده النورمال اناتومي زي ما انت شايف، عندي الجلينويد كافيتي موجود فيه الهيد اوف ذا هيومرس زي ما انت شايف. لكن هنا ايه اللي حصل؟ حصل ان الهيومرس خرج خارج الجلينويد كافيتي فبقى اسمه ديسلوكيتد هيومرس او ديسلوكيشن اوف ذا شولدر جوينت. ده يحصل لا قدر الله بسبب الاصابات العنيفة، وخصوصا في إصابات الملاعب والحوادث الخطيرة بعد الشر علينا جميعا، ولو حصل تير أو قطع في رباط من أربطة الكتف، أو لو حصل تمزق في عضلة من عضلات الروتيتور كاف.
ولكن بما ان الشولدر لا يحاط بالروتيتور كاف من جميع الجهات، بص كده، the rotator cuff gives the strength to the capsule of the shoulder joint except inferiorly. اتفقنا ان السوبراسباينيتس موجوده فوق، السابسكابيولاريس موجوده قدام، الانفراسباينيتس والتيريس ماينور موجوده من ورا، لكن الانفيرور اسبكت اوف ذا كابسول اوف ذا شولدر جوينت از نوت سبورتد باي ا ماسل فروم ذا روتيتور كاف. عشان كده بيبقى من ضمن الكومن دايركشنز اوف شولدر ديسلوكيشن ان لو حصل خلع في الكتف، طبعا هو معرض لاي دايركشن على حسب اتجاه الاصابه، قدام ورا انفيرور، ولكن اللي يخليه معرض يعني اكثر اتجاه عرضه للديسلوكيشن او لخلع مفصل الكتف بيكون الاتجاه السفلي ناحيه الاسفل. يعني لو حصلت خبطه بطريقه معينه في هذا الشولدر جوينت لا قدر الله، او واحد وقع على كتفه بطريقه معينه، او وقع من فوق مثلا على كتفه باي طريقه من طرق الاصابات المختلفه اللي بتحصل في الحوادث وفي الرياضات المختلفه، بيبقى من الاسهل ان الهيومرس يحصل له ديسلوكيشن ناحيه الاسفل، inferior shoulder dislocation، وذلك لان الكبسول اوف ذا شولدر جوينت من تحت مفيش عضله من عضلات الروتيتور كاف رايحه تعمل لها سبورت من تحت زي ما هم عاملين سبورت من قدام ومن فوق ومن ورا. ودي مكتوبه طبعا عندكم في الكتب، فدي لك في الام سي كيو ذا موست كومن دايركشن اوف شولدر جوينت ديسلوكيشن يبقى فين، او يجيب لك مثلا جيف ريزون او قول لي اكسبلين واي ذا كومن دايركشن اوف شولدر ديسلوكيشن يبقى من تحت. فانت تقول والله في حاجه اسمها روتيتور كاف بتتكون من اربع عضلات اسمهم فلان وعلان وترتان، والاربع عضلات دول بيحوطوا بالكبسول اوف ذا شولدر جوينت من جميع الجهات يدوا له سبورت ما عدا من الاتجاه السفلي او الانفيرور اسبكت. وبكده يبقى خلصنا الحمد لله الجزء الثاني من منطقه الشولدر ريجون، خدنا العضلات في جزء، وخدنا الابلايد اناتومي او الكلينيكال اناتومي في الجزء بتاعه الثاني. الى ان نلتقي ان شاء الله في ريجونز اخرى، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.